والوالده. نعم وليدي. رجعت ثلاث شهور خصني نمشي. انا جايه وليدي هنا. السلام عليك الوليد. الله يديك لي على خيرك بويتي. الله يديك على خيرك. تهلا في راسك. تهلا ليا في راسك وليدي. السلام اخويا شريف. تهلا ليا في كاوتر بزاف. يلاه تهلا في راسك. الله يديك على خير. الله يخليكم ليا وتهلا ليا في كاوتر بزاف. وليدي غنتهلا في بنيتي راه بحال خلي بقيتي انت كنتي معايا سير وليدي تهلا في راسك انت. كوني هانيه الوالده. والله يسهل عليكم وانا ان شاء الله راه غنرجع في اقرب وقت. ان شاء الله. كون هاني اخويا تاج الدين كاوتر غنديروها في عويناتنا كون هاني. بارك الله فيك. داكشي اللي كاين قبيل. صافي يلا مشينا. يلا نمشي. فين غاده لالا؟ فين غاده حنينتي؟ غدا مع راجلي نوصل معاه المطار باش نودعو. ودعي اختي هنا وشبعي فيه شوف انا لالا واش تابعه حتى المطار. سير طريحي. شوفي بنيتي حنا ما عندناش الدريات اللي كيديو الراجل اللي وصلو للمطار. سمعتيني؟ وزيدون راه خو كيتسنى فيه لتحت باش يديه للمطار. راجلي خو صافي ماشي مشكل دابا كتعطلوا لي يلا سيروا ولدي صافي المره الاخرى ان شاء الله ماشي مشكل. سير خويا سير الله يديك على خير. يلا الله يخليك. هاك تصوني علينا سيدي انا راضي عليه. الله يديك في الوجه لالا كوتر. وصيني لبيتك برك تغبني عليا صافي طيب بدميعاتك قد تعوجي علينا تما. قالتك تمشي معاه مزيان تبارك الله. الحمد لله شويه كنا غادي نعطلو كون تعطل صافي مصيبه عندي سنا في الوقت هذا كل فضل هذاك الشيء اللي كاين السيركيلاسيون عامره ها الطوموبيلات ها الترام ها واش الشير وليد الترويدا السوكان باص اللي كيسوق والله وليدي لا باص ولينا اللي باغي يمشي يقضي شي حاجه في 10 دقائق ولا كيقضيها ساعه صافي اختك على الموتور هنا في قزه. لا اله الا الله سير والحمد لله الله يجيب لك الله جيتو جينا مولينا تعالي عرفتي الوالدة قلناها شوية كنا نعطلو عليه الطيارة كون مشات عليه الطيارة الوالدة مصيبة كحلو انتي عارفة تاج راه ما كيتعصب راه ما كيبقاش واش غنقولك وليدي الله يكون في العون هذيك المرة لاصقة فيه وما خلاتو لي تململ لي يتنفس انا نوصلك انا هادي يعني وحنا معاها هي اللي عطلات تكيشو شوية واش غنتكيس ما بالي ما تكيس الدريه باقا صغيرة ولا باقا صغيرة واخا وي الا بقى صغيره اللي كانت غتبيع لي الطياره. الوالد انت راك تجي منه ما عارف والو انا اللي عارف هذه خيتي هذيك راه ما كرهتش انا نشد نعلقها شي نهار. الله يرضي عليك انتما راه الشيطان مهما كان راه مرت خوك هذه والله بزاف هادشي والله الا لا بزاف زعما الحقره راه ما يبغي غير الله لا لعب. عييتي بالدافع على الوالد ولكن انت راك ما عارفهاش هذيك راه الشيطان وسولني انا اللي عارف اكثر ما دوزات عليا انا وي الله يخلي لي انا امي يمشي بعدا امين وليد هي اللي ديما ليا داكشي اللي كاين هذا ديما كان ما يتحنجر ديما داوي بالمقلوب ديما هو عاد الحاجه اللي خايبه هو اللي كيزينها ديك الكارطه ماشي تانو تبقى ما ناكلش فيه الجوع على مع راسك اشوف اشنو نلمو الاسره نبقاو هادشي غنبلو العداوه عندنا في الدار ما كاين العداوه خلينا نرودي وحنايا انت عاد دخل على السوق راسك صافي والله تكلفوا بها انتم صافي ماشي سوقك شغلكم هذا شغل العيالات داكشي اللي كاين والله يهديكم في الاخير امين كوتر اسقي زيقه نعم كنتي كتعيط عليا عيا خويتي كنت نعيط عليك شنو بغيتي هضرك وقت صلاه وقت الماكله ياك خويتي تشالي حدايا هنا ما كيحش معنا من لا ما نحش معنا اش نحش منك انا غنعجن و انت غادي طيبي لينا الغدا وغتنقي واحد الكيلو ديال السردين تشهاه سيدي عبده ولكن انا يلا صبغت فراني ما نقدرش يخسروا ليا اشناو يلا صبغ الضفراني ما نقدرش غادي يخسروا ليا ومالك يا اختي هاد الزواق اللي كنتي تزوقي عليه راه مشى مولاه كنزوق راسي ايوا باغا تزوقي راسك سيري لداركم هنا راه كاين طياب كاين شماعه كاين صابون كاين تخمال وبقاي تعيبي فيا وتعوجي ليا في قنانفك علاش ملي كيكون راجلي كتعاملوا معايا زوين وملي كيمشي كتعاملوا معايا خايب شنو درت لكم انا وراكي حافظه مع راساتك الدرس سمعي اش غنقول لك انا هي البكره في هاد الدار وانا هي اللي واخده عبدو الاول الاول تيجي تي على البارح باغا تعاودي ما طراو شوفي نقول لك جوج كلمات غتشدي معايا الخط مرحبا ما غتشديش الخط غنحرشهم عليك كاملين وغتشوف واحد المعامله ما عمرك شتيها في حياتك واخا انا غادي نشقى ايوا شقانيت ماشي عاد تدوري عليا في يديك وتعاوجي عليا في يديك سيدي عبدو شد الضفران انت شنو الضفران هادو داك الراجل كيتي ما تيحكمش ايه بصح عطلات السيد كان غادي تشري الطياره وعجبك الحال ويرجع تاني يبرك معنا في الدار
انت عارف هذيك راجلها كون مشات على الطياره كون جات فينا حنا حاله والله الا ايوا نوض سير سير نقي لك الحوت على قلبك راه سيدي عبدو باغي الغدا ايوا سير براسك بغيت في الشوايه وطلع يسطح وبغيت تشوي دابا نيت يلا سير براسك يلا اش كتسني حان الضيفينا قال لك دار تشادر وخدمت المختار هذاك خوك راه مزنزن بانت لي هاد العوجك الرجلين ماركة كيديرها شوف انا وصيك بالي بها راه متخليها دير ساعه واحد شويه يا ماما نخليها تجيب لنا الدساره تجيب لنا الدار بغاتك تمشي لدارهم بيني وبينك سمعتي تنقنيها اش كاين واقيلا كتعمر على النتائج باغا تخرج ويكري ولا شي حاجه زيري معنا واحد شويه والله لا كانت ليها السيد اللي سيصرف علينا ويعطينا ويمد لينا تجي يطلع يطوب وحده وصافي زيري معنا راسك وقول لها دوزي لي شي حاجه ناكل بما طيبت لي داك السمك واخا يا سيدي الدم صافي ما يطلعش لك الدم والله بنيتي كوثر راه خليتها لك تولي تعرفي دوك لا اش خليها ايوا بنيتي كبقيتي شويه الحمد لله عرفتي مالو كي ماما البرد قتلو والله يشافيك بنتي امين يا رب انا قهراني هذيك السيده راه سمعتكم كتناقروا معانا ما فيا اللي سطع راسي معاها نحملها ما نقبلها وخارجه ليا من خاطري حيت ما نحاول والو الله يهدي خوك راسك قاصح كبقيتي هاجر شويه الحمد لله خالتي الحبيبه عجبك هذيك الزقيزيقه دير لينا ديك الحاله والله لقيتيني كنهضر عليها وشوف راه نقول لك كلمات سمعي هاجر اختي راه هي راه انا سمعت واحد التنقنيقه ماشي حتى لي وما عجبتنيش وهذاك التاجدين راه ولدنا كاملين وخونا كاملين غتجي هي طايطه وتخرجوا راه باغا انا سمعت شي تنقنيقه باغا تخرجوا من الدار والله لا خرجاتو تخرج هي ويبقى خويا في الدار ديروا ايدكم في ايدي وتعالوا مرحبا ديروا ليها شي خطه ونعذبوها في حياتها اش بالي صافي مشات العذاب صافي نشرب على انا واحد الخنيشه ديال الدواء تكيسي على راسك تكيسي على راسك والله اللي كيخليو كل بيض نقي وجابوا الزقيزيقه ما هي حتى بنادم ما كاملاش حتى كموليه ما عندي ما ندير بها انا صافي الضفار والزواق واش غنقول لك اختي وفاء انتيا مرت خويا وديك البريهيشه حتى هي مرت خويا ولكن انتيا حبيبتي كتقطري ليا من قلبي ويا دير عزيز عليا ديا نور عيني ربي يخليك اختي الله يحفظك ماما انا دايره ماما انا دايره ماما 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 راه كنغير راه صافي كاع نياتي الزقيزيقه ما غتشدش معنا الخط غادي نصدرو منكم ليها صافي يلا ونوض نتغداو يلا نوض شوفوا واش دارت لينا في الغداء بحاني دغوت نهضر معاك مرحبا بنيتي عافاك هضر معاهم راه كيبقاو يعايروني ديما وكيتكفصوا عليا شكون اللي كيهضر عايرك بنيتي بنتك ومرت ولدك وعلاش بلا سبب بلا سبب ديما كيبقاو يتكرفصوا عليا وانا ما كندير لهم والو انا ملاحظ بانك داخله سوق راسك ولكن ها كوني هاني بنيتي ونوصيك واخا هكاك صبري المراه هي كتصبر على ظهرها وانا غنتكلم معاها انا صابره ولكن هما راه زادوا فيه بزاف صافي بنيتي صافي صافي ها كوني هاني بنيتي فهمتيني انا قبلك صافي الله يصلحك بنيتي انا غندير اكثر من جهدي وهذا الشيء اللي كيوقع ما كنبغيش نقولو للتاجدين حيت ما كنبغيش نجبد المشاكل وصافي مع بنيتي اعتبريني بحال باباك اي حاجه وقعت قولها ليا غير انا وما غيكون الخير ان شاء الله ها كوني هانيه انا غنوبخهم على هذا الشيء اللي كيديروا يدخلوا سوق راسهم شويه منك لراجلك سير بنيتي عسير قبل يشكرك خالتي بسم الله لك مالك نوضي نوضي جيب عجاجتك مالك نوضي والصف ريطه راه جالسه تشكى على شيخي يا ويلي ويلي ما بقات تحشم ما بقات ترمش وجالسه بعينيها هكاك مجبدين وجهها ماكي والضفران وباك تشكى عليه من الصقعه ويلي والله حتى كندوي معاك بحال شتا بهاد العينين ونوضي ليها واش قلتي لها انت ما دويتش انا راه كنصنط نوضي شبعيها هضره صافي داكشي اللي كاين ما بقات تحشم من بابك مع شيخي براس عرين ويلي 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 اي والله يطول ليا فما كبح حامل راك في هاي 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 اش كديري انت هنايا ويلي غير كيفاش والو عباكه كوزينه تشطح بالمواعن وانت مالك كتحتي معاه وراه غسلت معنا في الصباح كيفاش غسلت في الصباح انت راه بلا سكي كوزينه سمعتيني غادي تقعدي ليا من هنا تهزي تهزي تقعدي تعاوديش معايا الهضره كوزينة غسلي المواعن وشقاي تعوج عليا انا نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وسع على اليتيم ويتيم ما تكون تمرمدوا فيها ها وفاء ها انت راه حشومه عليكم شكون اللي قالها لك انا هي اللي قالت لك ايه قالها لك شي حد بعقله وهضر معاك قلت لك مسطيه هذيك مسطيه راه مسطيه هذيك كنا مسطيه قبل بركه لا لا تحشى حداك تهضر معاك
شو غنقول جوج كلمات. نعم. اخر مره تصرى علينا. انا كنت تسمعني اخر مره تهضر معاها جري على ولا سيري منك الحاجه سمعتيني باش نتفوت ماشي شغلك انت دخل على سوق راسك صافي صافي ولا صافي مزيان تبارك الله الخلع ديالكم والله الا كيخلع ما لناش كنخلعوا ما لنا هزنا واكله الشاربه جات كل مسمار غلاضت ما لناش ناقصه كتنفخوها وكنفخوها بالماكله شوف لا حمد مابقاش تناقر معايا عليها الله يرحم جدك سالينا هذا الموضوع نض قاعد سير توضى وصلي اللي غينفعني هاي هاي داير فيها بطال قالك جا منا مسكينه تترك مسكين تلحمس يعني ما عرفت دابا علاش هما كيتعاملوا معايا خايب وانا ما كندير لهم حتى شي حاجه يا ربي تعاوني يا ربي ما عرفتش دابا واش نقول هل تاج ولا لا خفت نقولها ليه ويتخلقوا المشاكل اش كديري اختي هنا والو غير بالك علاش دابا اش كديري بالك نوضي تشقاي ديري شي حاجه وجديها شوف واش بقيت في الصباح هذه نبقى انا غير نشوف ندير والو اسمعني اسمعني انا ما مسالياش باش نشقى عندي ميدار واش انا ما مسالياش عندي ميدار اش عندك ميدار اختي كتزوجتي ولا كتزوج كتطلب تشقى طيب وتوجد وتخدم على ناسها دابا شوفي غنقول لك واحد الشكل ما تنوضي تقعدي غتوجدي لي المسمن والحرشه وتوجدي قهوه واتاي وجايين صحاباتي وتغبري عليا ديك الكلاله ديالك دابا عندك هادشي هادشي ولا سيري شريه لا حبيبه حنا ما كنشريوش من الزنقه كنعجنوه في الدار واش ني في الدار انا ما مخدامش عندك لا غتنوض وزيدو كاع ما كنعرف نعجن انايا ما كتقولي ويلي ويلي كتعرفي تعجن لا مش مزوجه علاش مزوجه انا هادشي تافقت انا نوضي تقعدي بلا ما تبقاي تزيدي معايا الهضره نوضي تقعدي دابا غنمشي مالك كتضربي شي غتنوضي تقعدي ولا غنجمعها معاه نوض تقعدي وجدي لي داكشي اللي درتيه لا كاع ما نايضه ودابا ما بغيتيش تنوضي لا ما غاديش نوض اشنو غادي يوقع ايوا لا الشك وليتي كتحدينا لك وتصرتي وليت داخله سوق راسي ما بغاش نجبد معك الصداع ولي هاد الايام غتشوفي معايا الاخر المخيل في خيلك ركبيه ياك لالا المخيل في خيلي نركبو انا غنوريك الخيل اللي غنركبك عليه لالا دابا تنوضي اتوجدي المسمن البطبوط والبغرير وتنوضي تقعدي غتحطي لي ما نشوفش كماتك لا ما نشوفش كماتك وغتوجدي وما تبقايش تقولي لا ما تحدينيش باقا كتقولي لا وجهك صحيح يا اختي عرفتي ديال النتيف وديال التصفيق غتوجدي لا لا ياك دابا صرفقتيني والله ما تبقى فيك هادشي كله غادي نعاودو الراجل نقدر نعاود هذاك الحال الاخر نقدر نجفف بك العرض اللي بغيتي كنديرو اي كيفاش شبغي تعاودي اخوتي الراجل ضربتها قالت لك ما تعاود على الراجل ورانا شفت هذيك هي الصرفيقه واش عالي المري واش عالي المري في الدار في ودابا صافيري قولي لي هادشي كله يلا غبري غبري يلا ما صايبه انا الله يا اختي يا اختي صامت عليا وخد ما عرفتش جرانا كيقول لك صامت عليا وفطر على جرانا هو هذاك فوق ولا حول ولا قوه الا بالله انت علاش كتصري علاش كتصري قولي لي انا نعجن لك وانا نصايب لك كيكه وتنوضي اش كدير قالت لك حكا ما كتعرفش تعجن الدفاره فيهم متر الو تاج كي داير لاباس عليك بخير لاباس الحمد لله كي داير مع الصحيحه كلشي مزيان الحمد لله كيداير انت لاباس الحمد لله شوف بغيت نقول لك واحد الحاجه ضروري مالك ولكن خفت مالك بغيت نقول لك غير بان ماماك واختك ومرت خوك راه كيتكرفسوا عليا بزاف و وراه بزاف هاد الشيء والله انا راه عييت كيفاش كيتكرفسوا عليك ما فهمتش اختك قبيله صرفقاتني وجات مرت خوك ريشاتني راه حشومه هاد الشيء وماماك حتى هي كتعايرني وانا ما درت لها حتى شي حاجه ما عندك 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 ما وليدي ما عندك ما عليك توحشتك وشنو وليدي توحشتك بعدا كي داير انت لاباس عليك الحمد لله شنو واقع وليدي والله يا وليدي الله عارفني انا تكرفص عليها انا عارف مويتك تكرفص عليها امانه بقات عندي وتكرفص عليها راه هي مكرفصه علينا ما بقاش لك واش يا وليدي ما جي مزيان تجي دير لي حل معاها ما عادش غدير لي حل معاها صافي وليدي سير الله يجيبك على خير وليدي سير الله يرضي عليك
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صمتي ليا ما تهضريش، نهضر انا اللي كبر منك، انا اللي نهضر ماشي انت. انت دابا وليتي تخرجي اسرار الدار، تعيطي على ولدي في التماره وفي الغربه وتيتعمري، ما تقوليش لي كلام زين. قولي الحقيقه. شنو كيفاش الحقيقه؟ حنا في المحكمه. ها شنو عليكم؟ علاش كتقولي شنو علاش درنا لك؟ درت لك حتى شي حاجه اللي تبقاي تسولي. واش انت دابا بحال هكا كنتعداو عليك؟ طلقه الشعر ماكيه في الدار والراجل ما كاينش وكنتعداو عليك وتعاودي لولدي اسرارنا، انا اللي امو والديه ما عاودتش لي وانت كتعاودي لي. انا راه ما درت والو اخاتي، انا قلت غير هذاك الشيء اللي دارني وصافي. مجوجه واكله شاربه مبرعه ناعسه بيتك بكلشي لك دارك ياك، وكتعاودي لولدي. انا اللي امو ما كنعاودش لي اسرار الدار حيت هو في الغربه. كملي انت من عقلك. حشومه عليك اخاتي وحق الله، انا يا كنديرك بحال مهمتي وانتم كتكرفصوا عليا وحقرتوني ياك، حيت من عندي لا مي لا با. حشومه عليكم. حتى دابا بنيتي غيجي ولدي غيدير لينا حل صافي، انا تفهمنا. ايوا وليدي راك عمرتي عليا الدار وتوحشتك، كي درتي لديك الغربه وليدي البلاد زينك راك. والحمد لله الوالده، الحمد لله. وخلينا من هذا الشيء على سلامتك. وشتي لا شي كادوات بحدا ولا والو؟ والكادوات هو اللي درتو لي لمرتي، جبتو لي على مرتي. شنو هادشي الوالي؟ انا خليت لكم مرتي امانه عندكم، وليتي هو معدي عليها ومرتو معدي عليها واختي معدي عليها وتم منك انت امي حتى معدي عليها، ماشي حشومه. والله يا وليدي وصيتك عليها زعما. والله يا وليدي انا نتعدى عليها انا. عرفتي شنو؟ مراتك الله يلاه قالت لك شي حاجه علاش تكذب؟ راه انا ليل ونهار كنظن نشوفها كتعيب على الوالده وما كنقدرش نهضر، كلمه ما كنقدرش نقولها انا. بزاف كتكذب عليكم كاملين. وتولات مراتك صاحبي تصاوبت على الوالده. حياني وليدي تشوف وانت ما تيقتينيش انا، سولها مراتي. ياك كنت تاخذ مراتي سولها تقول لك كلشي. فين هي هاد مرتك كنسولوها حتى هي نيش؟ حنا نعيطوا لها وفاء. يا جوج تبقى مطيح 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 تي دابا نوضي عندهم وتبتي. واخا كون هاني سونكو باش دارت كون هاني والله يتاي قلبو عليها بلاتي. انا ما راه ما كذبتش عليك، انا راه كنسمع هذاك الشيء اللي قالت لي هذيك بنت الناس. الله يا خويا الله، واش بغات تقول لك؟ وتشيق هي وتكذب مهمتك اللي ولداتك وهزتك في كرشه 9 شهور. والله يا خويا الله ما عارفش الدريات اش كيسواو، وعاود زيدون هي باقا صغيره صايط لها الريف في ولدنا كاع ما تيق بها، وهي باقا صغيره وانتم تنوضوا تعداو عليها. الله يا خويا الله، راه غنديو معنا عشبر فين تعدينا عليها وحنا مهلين فيها دايرين في عويناتنا. ودوا با تا يا دوري اش عندو ما يدور؟ ها مريض مسكين، ها مريض. مريض شربتي دويك؟ شربتي دويك زيدك. اللهم صبر وصافي. شوف اخويا تاج الدين ما ديش عليها، راه باقا ما عندهاش العقل، راه باغا تشري السلوكه ما بين امك واختك. الله يهديها، بنات اليوم راه ما كيعرفوش اش كيديروا. حتى يلاه جيتي ارتاح مع راساتك اخويا، ما تعمرش راسك. انا راه ما كاين حتى شي واحد غيجي بلاصتو، ولكن انا كنجي غير من الحظ. وانت ما حاضر لوالو، ما شتي والو، وادي الخاطر ولا ايه ايه وصافي. شو مين انتك مسكينه كي ربيتيها؟ شحال هي ما حشيق. وانت با قول شي كلمه. قول لك اوليدي. اسمع اوليدي نقول لك، نهضر معاك اوليدي. انا اللي بغيت نقول لك هي الا طلقتيها وصيفطتيها وعطيها الواجبات ديالها، انا نبيع دافي ونعطي لك عطي لي حيت الهضره مو لا وليدي كذبات عليا، وانا امك وانا مرا كبيره وتقول لك امي عيرتني وخا نعيرها ما خصهاش تقول هاد الهضره. لا وليدي ما نشوفهاش مازال. لا موقف حطيتوني فيه دابا ما بين مرتي وما بين امي. وامك ثم امك اوليدي. تشيز صوري معايا. لا حبيبه شكتيني انا تحيدي راه جيت عندك زعما احترميني. هبطي التليفون. انا شك مزيزه ولابسه انا خارجه مع راجلي. قلت لك راجله. فين خارجين؟ خارجين وصافي. فين خارجين؟ بغيت خصني نعرف، انا خصني نعرف فين خارجين. ماشي شغلك. ماشي شغلي. عجبك راسك انتيا؟ داويه معاك. عجبك راسك؟ ايوا عجبني راسي. يولي عجبك راسك هذيك التعميره اللي كتعمري على نفس السيد. انا كنقولوا الحقيقه. حقيقه شوف كيفاش كتعوجي باش كتقولي ليه. فين اختي حنا عمرنا ضربنا كل ادينا ديما ديما. شوفي 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 شوفي
داك الشيء كاع التيه اللي كتبني فيه جينا انا وخالتي ريبنا لك في دقيقه اللي غتشدي معنا الخط وزيدون انا وياها راه دبرنا لي في عروسه وانت غيكركبك مع الدراري. شنو صافي حبيبه ديالي خويا اي خليك ويتزوج بوحده اخرى لي لالاك لي الحداقه والصواب واللي شاده معانا حنا الطريق معدوستها ومرتلوسها وطفلتها. ما انت حاضيه ليا غير التعواج وتصاور سيلفي. حشومة عليك اختي انا شنو درت ليكم وانا ما صرفت فيكم غير الخير عمرني غوت عليكم ولا زيت فيكم العين وديما كندير داكشي اللي كتبغيو. اش غنقول لك صامت عيا وفطر بجرانا الله يهديه من قبيله وحنا نتصادو معاه طلق الزمره صيفط البارة صيفط الزمره هو يا لاصق لاصق فك تاوي ولكن بلاتي خالتي عامر ثلاث شوارج الله ما غتبقى ليا مرا. ايوا دابا حبيبه ديالي نوضي لبسي لك شي بيجامه وسيري تكوني الارض اما الراجل اللي غيخرجك صافي راه يخرج مع الاخرى اللي غياخدها. يلا نوضي حبيبه نوضي حيدي من الحدايا نوضي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الراجل المقود بغيتي تفزعي لينا تخرجي لنا من الدار اللي هازنا وهازيناه بان جيتي يا دنطي وتقعدي بدي حوايجك ونوضي لشاماتك. يلا نوضي حبيبه نوضي شوم عليكم نوضي نقول لك واحد المثال تمشي مراه وتجي مراه وخبارك واحد الحاجه قول لا تقدر تجي شي وحده اللي دير لكم بحال داكشي اللي كنتو دايرين ليا وتجي ولا قدرت علينا بعدا جات رحبت في اليوم غتعطس هادشي غتقعدي حنين انت بالهضره ناضي 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 واش تقعدي من قبل ناضي تعواج اختي انت مطفر على في القاع ندب انا بالقرشان ماشي بيديا على مزينه ودرني خدا وحده كي مصرفقه 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 يزيد تحكي ضحكه يزيد اختي حسبتني الله يجيب عنها كلشي انا سخفاتني ومريضه ما قادره نهضر. صافا كوتر جمعتي الحوايج صافي جمعتهم وصافي خديتي القرار النهائي ديالك عندك عندك تندم عليه من بعد وصافي دويت معاك انايا ان شاء الله غيكون كلشي غير بخير وعلى خير عاد بغيتي تخلى عليا وتعرف ما عندي حتى شي واحد من غيرك وصافي دويت معاك دابا هضره وحده هي اللي كاينه قلت لك جمعي الحوايج جمعتيهم ويلا وغتفهمي كلشي يا كتاج دغيا وليتي كتهز عليا صوتك ما موالفاش ليك صافي دابا حرام عليك ما حرام عليك صافي يلا وغتفهمي كلشي علاش كتبقاي تسقي الاحداث يلا اري هاد البريزه زيدي قدام زيد واخويا عبد فين ما درتش عطلعوا لينا صبر صبر انا كنصول ليه نشوف واش غيجاوبني ولا لا صافي ما عرفت مالو حتى هو ما كيجاوبش الساعه هادي وتك تقول لي صبر 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 شنو غندير اخويا ايوب انا غادي نطلع عندهم الدار نشوف ما صافي انا متعطلش عليا الله يحفظك قول لي بعدا شنو حسبتي عليه ما يكون خاطرك ترى اخويا ماشي واحد براني اصاحبي قول لي اخويا ايوب باش نعرف من دابا نمشي مقصر وا سير اخويا عبدو ما يكون خاطرك سير اخويا ما تعطلوش عليا قول لي لك اخويا ايوب واحد خواتنا مسكين الله يلاه دابا غادا غتهنى ملي غيطلقات خيتي وسير طلدارهم غيرتاح ابعد درجه واخويا شنقول لك الله يدير لي شي تاويل ديال الخير راه حاجه الوحيدين اللي بقات فيا واخا هي يتيمه هو يصيفطها وكذا لكن تستاهل اصاحبي الوالد عصبت عليا اخويا بنا بنا الناس راه قلال وبصح قلال اخويا ما نقول ما بقاوش كاع نقارضوا انا نطلع نشوف خوادري ونشوف يلاه ما تعطلش عليا اخويا عبد الله حمد صافي حيد الله يعاونك يلا خويا انا عندك تمشي ولا شي لا لا ودي خويا انت مشي واحد برا الله يحفظك الله ودي مرحبا خويا الله والله يرضي عليك اوليدي ودابا عجبتيني اوليدي درتي داكشي اللي بغيت انا راضي عليك اوليدي وما يبقاش فيك الحال نجيب لك لا لك عيالك نتا عاون تعصب عقول لي هادي لا 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 يا اختي غاده في حالك فين خويا غنجيب لك احسن عروسه ان شاء الله تكون حالقه ومتوله ماشي بحال هادي شو طفاره في ميترا الله يلا شتي كون صبرتي انا باقا معاك يا وليدي عاجي وقول انا غنصبر انا ما كتصبر على لا مولاتي هي اللي كتصبر قالك تصبر صافي الوالده صبري ياك باش نتزوج بوحده اخرى وان شاء الله غنتزوج بها ان شاء الله شتي فين وصلتينا وصافي وليدي سير ديها تنجوجك بنت حفيظه الزين والحداقه والله الا ما دير حيد عليا من هنا الله الا حادقه واي بغيت واش نبقاو نتسناو فيكم حنايا حتى الدراري كيتسنى من قبيله اصاحبي واه حنا غادي يلا اصاحبي ديش من الخيريه غتلوك في هادي كاع الله يتيم يلا في حالاتكم سنة سنة اش من خيريه ولا خيريات
نتوما كاملين عارفكم شنو كنتم مدوزين على هاد بنت الناس. وهادي راه انا ما غنلوحهاش ما غنفرط فيها. وانت امي سمحي لي، انت امي على راسي وعينيا، ولكن راه ما غاديش نبقى معاكم هنايا. صيبت لها اوراقها وغتمشي معايا. اويلي اش قلتي لي؟ كيفاش تعديتوا عليها؟ وانا شوف انا امي عندك اخر كلمه، اخر كلمه نقولها لكم دابا. انا عمري ما غنبقى نجي لهاد الدار ولا غنبقى نجي لهاد المغرب كامل. يلا قدام يا وليدي. ياك صحه وليدي. صحه وليدي.